أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: أنا لم أضحي وعمري الآن 35 سنة وعندي أولاد، فما هي شروط الأضحية وهل هي واجبة وهل صبغ الأضحية بالحنة سنة؟ الأضحية سنة مؤكدة، بعض العلماء كالإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى وجوبها، ولكن الجمهور على أنها سنة مؤكدة، وفيها أجر عظيم وإحياء لسنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وفيها خير للمضحي ولأسرته وأهل بيته، وفيها صدقة من لحمها، وفيها خيرات كثيرة، وفيها فضل عظيم. فلا ينبغي للمسلم الذي يقدر على الأضحية أن يتركها، لأنه يخسر هذا الأجر العظيم، نال الثواب الجزيل، وهي نسك من المناسك: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، صلي لربك وانحر. لا ينبغي لمسلم موسر أن يفرط فيها. ويشترط فيها شروط: أولا السلامة من العيوب، السلامة من العيوب كالعمى والعور وقطع الأذن كاملة أو أكثر من نصفها، وقطع القرن أو قلع القرن، لأن هذا نقص الحيوان. كذلك العرجة بين عرجها التي لا تطيق المشي مع الصحاح، المريضة البين مرضها، الهزيلة التي لا تنقي، هذه لا تجوز في الأضاحي. ويشترط أيضا، كما يشترط أنها تكون سليمة من هذه العيوب، يشترط أيضا أن تكون قد بلغت السن المجزئة، وهي 6 أشهر للضان فأكثر، وسنة كاملة للمعز فأكثر، وسنتان للبقر، و5 سنين للإبل. هذه أسنان الأضاحي المجزئة. نعم.